احتفالنا المباشر مستمر عبر شاشة الام تي في بليلة تكريم للنجاح والإبداع. بدعي يمنى بشير الجميل والسيد أنري فرح لتسليم الجائزة لصوت كله رومانسية ولأغنيات إلى ذكريات بقلوبنا كلنا. تفضلوا. كتار حبوا أغنياته، كتار انحبوا وحبوا على أغنياته المليانة رومانسية واللي بزينها صوته بأحساس وصدق. باسم كل اللبنانية يلي تعودوا من الثمانينات يسمعوا ويغنوا أغانيك، باسم كل الفنانين من العالم العربي يلي اختاروا عمل الفن ويعبروا على طريقتهم من أجل أقدس وأقدم قضية، حرية وكرامة الإنسان. اليوم رح أتوجه لإلك للشق الإيطالي تبعك، إيطاليا على المتوسط ولبنان على المتوسط، في قاسم مشترك بيناتنا، الأزرق الحلو وتراث ثقافي كبير. وقت نسمع أغانيك منحس بهالإرث الثقافي بالإضافة للرومانسية والحب. مرسي كلود بارزوتي. لما خلق كلود بارزوتي علقوا أهله حبل الصرة بشتلة العلاق، لأنه التقاليد بإيطاليا مطرح ما خلق كانت تقول أنه هالخطوة بتكون فال خير على الطفل تيكون عنده صوت من ذهب ويغني على أهم المسارح، وهيك صار. كلود بارزوتي فنان أعطى الموسيقى الفرنسية إضافة رومانسية كبيرة من الثمانينات لليوم، وأصبح مرادف لأغاني مثل أميموا، لوريتال وألمتو. أغنيات حققت أكبر المبيعات وانتشار بأوروبا والعالم، وساهمت بترسيخ شهرة كلود بارزوتي سفير الرومانسية الفرنسية بمشوار فني متواصل من 1980 لليوم. Eh bien, je voulais tout simplement remercier le peuple libanais, puisque depuis 25 ans, vous me suivez. On partage les mêmes rêves, les mêmes émotions. Et ce que nous avons en commun, l'amour de la musique. Je vous aime. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas m'écouter. Sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Je ne t'écrirai plus. Je n'en ai plus besoin.
je ne t'écrirai plus. Maintenant tout va bien, je ne t'écrirai plus. Le calme est revenu, la tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. مهرجانات بيروت الدولية للتكريم حريصة أن تكرم نجاحات ومبدعين بمختلف المجالات، منها طبعاً إدارة الأعمال والصناعة. طبعاً بدعي مقدمة البرامج بالإم تي في كارلا حداد والنائب فادي الهربر ليكرم شخصية سجلت نجاحات كبيرة بعالم الأعمال بمصر. مساء الخير. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور كارلا. مصر كانت وبتبقى أرض الخير. مصر هي الناس يلي بتعطي من دون ما تسأل. مصر هي الناس يلي بتحب مصر وبدها دايما تشوفها بالطليعة. أنا ما فيني ما حيي دكتور ميشيل داهر ابن منطقتي ابن جبلنا من حي البياف. بالرغم من كل شيء شعب لبنان شعلة أمل. لبنان بيضل الواجهة الثقافية والفنية، بيروت الفرح والإبداع والابتكار والتألق. ترتقي في أضوائها بلد الرسالة والتميز، وهذا الحفل يؤكد أنه لبنان رسالة محبة وارتقاء. أحمد أبو هشيمة رجل أعمال متميز في دنيا العرب، مبروك. بيروت بتكرمك على أمل أنه تلامس مشاريعك بيروت وتضيء في حاضرها ومستقبل هذه المدينة الحبيبة. A man with endless ambition, fond of challenges, has passion for Egypt and faith in its future. أحمد أبو هشيمة, the CEO of Egyptian Steel Group. In 2010, a new generation was born. Powered by this man who put his full faith in them. In a short time, yet with great effort, Ahmed Abu Hashima excelled in the steel industry in Egypt with a production capacity of 2 million tons per year and a number of employees reaching 6,000. After the January Revolution in 2011, he decided to continue the journey he embarked on by pumping $1 billion investments in a time when others were fleeing the Egyptian market. He persisted to support the Egyptian economy through the Support Egypt Fund by donating 150 million Egyptian pounds, including 55 million in cash, in addition to launching the New Egypt campaigns that ran advertisements in the most prominent international and African publications, promoting the New Egypt in New York, Davos, and Berlin, and sponsoring the Egyptian Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. He created the concept of socially responsible capitalism, which emphasizes that the civil society has rights that should be fulfilled. In his book, the business world does not revolve around materialistic gains. He has and will continue to participate in developing the society and protecting the environment. And for all the aforementioned, he has been honored and recognized through numerous awards, which include Trials and tribulations in his life are inevitable, but his success is a decision. مساء الخير. أنا يمكن فخور جدا بالجائزة دي لأنها عن مشوار صعب ابتديته من 20 سنة. أنا إنسان عصامي ابتديت من الصفر
وما ورثتش المهنة أو المجال ده عن عيلتي، لأن مجال الحديد من مجالات صعبة جدا لدخولها في مصر أو في العالم، خاصة لو هي مش فاميلي بيزنس. أنا بشوف أن أهم عوامل لنجاح أي إنسان هو الطموح والإصرار والعزيمة، ودايما يطور من نفسه. بس دايما وانت بتحقق أهدافك افتكر أنك تفيد بلدك، فدي فرصة أن أنا أشكر بلدي العظيمة مصر اللي عملتني وعملت ملايين زيي، واللي بدأت تاخد خطوات ثابتة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها. أنا بحب أشكر كل واحد وقف جنبي في مشوار نجاحي، خاصة فريق العمل في مجموعة حديد المصريين. وعايز أقول لكم أن أهم استثمار أنا عملته في حياتي هو استثماري في الناس، استثماري في الناس اللي بتشتغل معايا. أنا بشوف أن رؤية واضحة، طموح، إصرار، عزيمة، فريق عمل قوي أكيد لأي حد فينا يسوي قصة نجاح. بشكر البياف، بياف بشكره جدا جدا على التكريم، وبشكر لبنان البلد اللي بحبه جدا جدا، وشرف لي أن أنا أتكرم فيه، وبتمنى لكم سهرة سعيدة. ألف مبروك لرجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبو هاشيمة. أسماء لبنانية لامعة سجلت نجاحات وكان طموحها دايما يحملها لبعيد، أسماء أكيد تستحق التكريم. بدعي نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح والدكتور وليد زلائط يسلموا الجائزة. بونسوار، أنا باسمي وباسم معالي الوزيرة سيدي ليلى صلح مادي حابب بكرم شاب من لبنان شاءت الصدف أني أعرفه من سنتين ثلاثة، وبعرف قديشه طموح والحلم الكبير اللي كان عنده. طموحه واندفاعه حركوا موتورات هون هيدين الكلمة الموهبة عنده، بس أنا بعرفه شخصيا. هيدا الشاب تحدى العالم كله، تحدى الفراريز والبوغاتيز وكذا، وأطلق سيارة كتير حلوة كتير قوية، ومثلوا فيها فيلم كتير مشهور بهوليوود اسمه فيوري 7. مسيو رالف دباس، صحيح انه لبنان منه بلد صناعي، بس الرساميل الضخم اللي ما تعودت توقف عند اي حد. رالف دباس من هالشباب اللبناني يلي قرر انه ما توقف الظروف عقبه بوجه الطموحات. من بعد اطلاق شركته الخاصه دبليو موتورز من بيروت عام 2012 لتكون أول مصنعة لبنانية للسيارات الرياضية، والأهم أنه رالف قدر يكون صاحب سيارة لايكان هايبر سبورت يلي رسمها ونفذها، وهي اليوم السيارة الأغلى بالعالم. بلبنان ما كان عنا صناعة سيارات، بس اليوم وبكل فخر أهم سيارات العالم صارت تحمل توقيع لبناني بفضل شاب ما بيتخطى عمره 27 سنة اسمه رالف دباس. Thank you, merci. بتشكركم، مساء الخير. أول شيء thank you على هالكلام الحلو يلي قدمتوه لي. بتشكر البياف، بتشكر الام تي في، وأكيد دكتور ميشيل ظاهر يلي جمعنا كلنا بهالمناسبة الحلوة لنقعد كلنا سوا، ولأول مرة بلبنان يعني أكيد بحب كون موجود مع ناس يلي عم يتكرموا مثلكم اليوم. مبروك للكل عم يتكرم. أنا هالأورد مش بس لإلي، مش بس لدبليو موتورز، بس كمان لكل الأشخاص اللبنانية والأشخاص اللي تابعونا من الأول ولاحقونا ودعمونا وساعدونا وصدقوا فينا، واليوم رفعوا رأسهم بالعالي وافتخروا فينا على هالإنجاز اللي عملناه للبنان لتأسيس أول شركة لبنانية لصناعة السيارات على صعيد عالمي. وبتمنى أنه كل الأجيال الجاية والأجيال اللي بعدهم وبعدهم وبعدهم يتذكرونا ويقولوا أنه ما في شيء مستحيل، وكل الأحلام فيها تتحقق، لأن المستقبل هو ملك الذين يؤمنوا بجمال أحلامهم. وthank you. ألف مبروك لك للشاب رالف دباس،
واحتفالنا مستمر لليلة، وصار وقت هلأ نكرم موهبة ملفتة من أول دور لإلها ومميزة ناجحة بكل أدوارها ومسلسلاتها. بدأ زميلي نادية بساط والممثل يوسف الخال لتكريم ممثلة نجمة مبدعة من لبنان. روبير وديانا بونسوار، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ما بحسدكم على الوقفه، كنا واقفين انا ومحمد. انت كنت محل الماضي. بعرف قد ايه صعب. يعطيكم الف عافيه. ممثله لبنانيه مجتهده من طينه الممثلات الكبار رغم صغر سنها، وبكل عمل بتقدمه بتضيف اضافه جديده بطلتها بحضورها وباسلوبها. بدي اقول لها رغم انه انا مش شاطره بالشعر، لما تختصري كل نبض العشاق بقلبك، لما بتخزني كل حب بحلوه ومره بعيونك، لما غمزات النجوم كلها بتحلى على خدك، وطلتك بتسحر العيلة كلها من الأم والبي وحتى العم والخال، لما تكوني مرة وفيك يسكن كل عشق النساء، بيعبق الفن بعطرك والجوايز كلها بتلبق لك والورود كلها تحمر وبتخضر لما تتكرمي انت ورد الخال. انا اول شيء مساء الخير. شهادتي اكيد مجروحه يعني بورد، بس من فتره كتبت لها ست جمل اختصرت فيهم، حابب اقري لكم اياهم. نهام الغابه انحكت، تلون الحرف ان بكت، اشواك السهول ارهبت، والضحك في الوجه وشمت، هي فوح الورد إن مشت، غير العلا مأوى ما ارتضت. ورد، أنت كنت مثل الأعلى وما زلت، مبروك. منهينا إنه الفنانة تكون من عائلة فنية بامتياز وتقدر ترسم لحالة خط ناجح ومستقل مع الحفاظ على إرث العائلة. هيدا يلي قدرت ورد الخال بنت الشاعر الراحل يوسف الخال والشاعرة مها بيرقدار الخال تحققوا لحد ما صارت من أهم الأسماء بمجال التمثيل بلبنان والعالم العربي. بعمر 9 سنين انطلقت ورد الخال مع أندري جدعون، وأول أعمال على التلفزيون كانت ربيع الحب ومن بعد العاصفة تهوب مرتين مع شكري أنيس فخوري، ومن وقتها كرت السبحة. عشرات الأعمال والمسلسلات اللبنانية مع معظم كتاب الدراما والكوميديا وأهم المخرجين والمنتجين والممثلين، أعمال مسرحية مع منصور الرحباني، الأب فادي ثابت، الصبوحة، وأعمال درامية مشتركة سورية وعربية كسرت الأرقام لنسب المشاهدة وأهم عشق النساء. هيدي باختصار مسيرة نجاح أكدت أنه بكل عمل ناجح في ممثلة ناجحة اسمها ورد الخال. مرسي يوسف، مرسي يا أحلى خي ويا أحلى زميل، مرسي يا نادي على هالكلام الحلو. شو بدي زيد أكتر؟ مسا الورد والفن والجمال، مسا بياف. أنا في جملة بقولها، الممثل الأصيل بتكون كل الدنيا بعيونه بس ما في شي بعينه، وهلأ رح زيد، ما في شي بعينه إلا بياف. أولاً لأنها جايزة تميز ورقي وبتحمل اسم بيروت، وثانياً لأنها جايزة بتكلل مسيرة من الشغل والنجاح، وبتزيدني فخر بمهنة عشقتها وعشقتني من لما كان عمري 9 سنين. بحب شارك هالجايزة مع كل شخص اشتغلت معه، مع أصحابي، مع محبيني، وأولاً وأخيراً مع عائلتي. وبحب اهدي كمان هاللحظه الكبيره لانسان عظيم غايب بس ذكراه موجوده بوجداننا كلنا،
وأنا بحس إنه هو فخور فيه وبمسيرتي، هو الشاعر الكبير الراحل يوسف الخال. شكراً لكل القيمين على هالحفل الكريم، شكراً لدعمكم وإيمانكم بكل مبدع عم بيساهم بالارتقاء ببلده. مبروك للجميع، وإن شاء الله دائماً منلتقي على الجمال وعلى الفن وعلى الحب والنجاح. مرسي. شكراً لإلك الفنانة المميزة ورد الخال. الفن الغنائي مستمر معنا بليلتنا ببياف 2015. أكيد لليلة في عنا صوت حلو جداً جداً، عنده موهبة الالتزام، مسؤولية وجمال لازم يوصل لكل الناس. بدأ زميلتي ديانا فخوري والدكتور ميشيل ظاهر ورئيس مهرجانات بياف يتفضلوا على المسرح ليكرموا سفير النوايا الحسنة للصندوق، صندوق الصداقة التونسي القطري، صاحب الصوت الكبير والمسيرة الناجحة. كمان بدعي الوزير روني عريجي ينضم لنا. بونسوار. بونسوار روبير، لبق لك الوقفة على البلاتو. اشتقت لك ديانا. بلاتو الأخبار بعده أحلى. أنت دايما أحلى. ميرسي. أناقة الصوت، سحر الأداء وصدق الإحساس. أضاف إلهم الفنان الكبير اختيارات غنائية مختلفة ومميزة. صوته صوت فرح، وفنه فن حقيقي بامتياز. انتمائه مش بس لتونس، لكل البلدان العربية. صابر الرباعي تفضل. الله الله يا بابا واسلم عليك يا بابا. يوم اللي قال الموسيقار الكبير حلمي بكر انه صوت صابر الرباعي هو اخطر صوت سمعه من 20 سنة، ما كان مخطئ، لانه شاف بوقتها موهبة قادرة تتخطى حدود تونس. يا عسل يا الكل السحر. صابر الرباعي انطلق بعالم الفن سنة 89، ومن يومها توالت نجاحاته بشكل مستمر ومن دون أي دعسة ناقصة، خلته أستاذ باختياراته تماما مثل ما هو أستاذ بالمغنى والموسيقى. بلهجات مختلفة برع صابر الرباعي، لكنه أصر على نقل اللهجة التونسية للعالم العربي، فكانت أنجح الأغنيات يلي خلت برشة تنقال بلسان كل إنسان عربي. برشة برشة هي مدلل حبك على قلبي. رغم النجاح يلي حققه ما تخلى صابر عن الأصالة بالغناء، وبقي وفي لأسماء كبيرة بعالم الفن، كما نقل بألحان وإحساس تشرب من زمن الطرب. صابر الرباعي صلة الوصل الدائمة بين زمن العمالي أو الجيل الجديد من تونس للعالم. مساء الخير. أنا بدي أشكر بياف على تنظيم هالحفل القيم يلي بشكل دليل إضافي على تمسك اللبنانيين بإبقاء لبنان واحة للإبداع والفن والثقافة والحياة الجميلة. شكراً بياف. ومن الطبيعي أنه الأستاذ صابر الرباعي يتكرم بلبنان، هو اللي حب لبنان وغنى اللون اللبناني وغنى لكتاب وفنانين وشعراء لبنانيين. مبروك. شكرا. مساء الخير جميعا. نحب نقول انه اولا كل فنان يتمنى انه يكرم في بلده، وانا اليوم اكرم في بلدي. احساسي هو نفسه لما اكرم في تونس، اليوم انا اكرم في بلدي الثاني لبنان، لانه نعرف العشق الخاص والصداقة والحب الصادق اللي يجمعني ما بيني وبين الجمهور اللبناني. تحية
كبيرة جدا إلى بياف، إلى الدكتور ميشيل على هذه اللفتة، على هذا التكريم اللي شخصيا يتجاوزني. ونحب نشكر الناس اللي أعطت ثقة فيا، في صوتي، في حضوري، في عطائي، في موسيقى اللي نقدمها للناس. باسمي وباسم كل الفنانين التونسيين طبعا نهدي هذا التروفي إلى تونس، إلى الشعب التونسي، لأنه شعب صامد مثل ما كان الشعب اللبناني صامد كذلك. شكرا جزيلا لكم. ميرسي. Shit.
شربت من مي البحر بالرحلة المي كرمالك.